تايمز 4 ودي عباره عن 4 تايمز 2 ليلى انا اكسبكتنج الريزلت تبقى كام التوتال بروفيت ها تعالي تعالي كده بصي دي كده 3 6 تايمز 4 ودي هنا 4 سوري تايمز 2 سو ام اكسبكتنج ذا ريزلت اتس غانا بي ها شيل ال 4 مع ال 4 يبقى اذا ده هيديني 3 تايمز كام؟ طيب تعالي كده بقى براحتك انا ازاي بعمل multiplication matrices؟ I'm gonna get the first row times the first column. Okay, start. 10 times 5, 5, 50. So it's gonna be 50 times 10. Then plus. I will get 15 times 1200. So, okay, 15 times 1200. Then plus 4 times 300. But then plus 8 times 250. This is for the first number or first column. Same way like. نفس اللي انا عملته بالظبط. هبدا اتكلم على السكند كولم اهو اللي هو هيديني 10 تايمز 8 بعدين 15 تايمز 100 بعدين 4 تايمز 50 يا شباب انتوا معايا؟ بعدين 8 تايمز مين؟ تايم 50 تفتكري النمبر اللي هنا انا مش هعملها لك فيه قوي بس يعني تفتكري ان النمبر اللي هنا ده if it will is 1000 Can you speculate this number stand for what? The first or the second? Sales. The first number. The sales. The إجمالي المبيعات. أيوه. أنت بتقول إيه؟ طيب وال 1000 ده إيه؟ البروفيت بتاعك. طيب دول اللي أنت طلعتهم ده السيلز والبروفيت. ما هو دول 3 روز. يبقى ده ستاند فور. ده الإجمالي بتاع مين؟ مانس نمبر 1. Similar, I will get the value from month number 2 and month number 3. يبقى انا اول ما عملت المالتيبليكيشن اللي حضرتك معايا زينه فاهمه؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ طلعت التوتال سيلز مع البروفيت ريلاتيف لكل مين؟ لكل مصر. الفيرست كولم ام سوري الفيرست رو في الفيرست كولم دي يديك التوتال سيلز. بعدين the first row time the second column يديك ال profit of the first month. Then I go on the right side. On the right side. Okay, but second row but first column. Yes. تعالي بقى اللي تحتيه زي بالظبط معايا زينة يبقى 14 times 50 18 times 1200 6 times 300 10 times 250 that total sales that second month. طيب لو انا خدت الرو ده ورحت تايمز 8 150 30 هي بروفيت ده السكند مانث اند سو ف ده مثلا لابلكيشن من المالتيبليكيشن بس بتاع الماتريسيز از ان اكزامبل طبعا ريتن عندك وموجود وبليز تراي ان انت تعمل البروسيس دي انزل طبعا هنا بيكلمك على بروبيتيز بقى اوف برودكت سبورت. ده مهم قوي لان البرودكت احنا شفنا من شويه ان الاديشن ان ماتريسيز اتس اكزاكتلي ذا سيم ذا اديشن ان نمبرز بت ان مالتيبليكيشن يا ابراهيم اوف ماتريسيز ذير از ديفرنسز بتوين ماتريسيز اند نمبرز المالتيبليكيشن ان ماتريسيز اتس تو بروسيس ان وان بروسيس ان وان اوبريشن انت بتعمل مالتيبليكيشن واديشن اللي بالك فتعال بص على اول واحده لو انا عندي a times b those are matrices matrix a times matrix b times matrix c it's gonna equal to getting a times bc first then the result will be multiplied in a بس خلي بالك ان انا هنا محمد لازم ال a وال b ينضربوا في بعض with the same order
يعني لازم اجيب ال A times B بعدين I will multiply it in C from the left. هنا لازم الاوردر يعني لازم اجيب ال B و C الاولى لازم B times C مش العكس. اما اجيب B times C the result will be multiplied in A but from the right لان انا عارف ان multiplication matrices is not commutative. A times B is not equal to B times A. فدي نقطة مهمة. برضو لما انزل تحت هنا في الديستريبيوتيف في الليفت ديستريبيوتنج A times B plus C لاحظي يا ملك A times B بعدين plus A times B from the same direction. بصي تحتيها لو انا بعمل بالعكس from the right لان احنا خلاص دلوقتي متأكدين ان المالتيبليكيشن للماتريسيز مش نوت كوميتيف. نمبر 2 دي انا ممكن اعمل B plus C بعد كده مالتيبلاي A. ايه تاني؟ يعني B plus C جيت الاديشن الاول والريزلت مالتيبلايت ايه مش كده برضو؟ او ديستريبيوت جيت A تايمز B then plus A تايمز B C ده ريزلت ويل بي ذا سيم هيبقوا الاثنين زي بعض. بس طبعا انا لو انا المطلق ليا الحريه هو بس بيثبتك الاثنين زي بعض. لكن لو انا ليا مطلق الحريه انا عندي 3 ماتريسيز وعايز اعمل فيهم كده اخلص الاديشن الاول وبعدين اعمل مالتيبلكيشن. بس خلي بالي من الدايركشن ماشي؟ اوكي خلاص اللي تحتيها عادي ما فيهاش مشكله. وبرده اللي بعديه هنا مالتيبلكيشن ان ذا يونت ماتريكس مالتيبلكيشن بيونت ماتريكس مالتيبلكيشن بيونت ماتريكس. خلي بالك في المالتيبلكيشن ماتريسيز the only multiplication that's commutative in the multiplication in the unit matrix. يعني اقول A times I. It's exactly the same like I times A. عشان ما بنفعش ابدل matrices in multiplication الا في حالة واحدة فقط. لو بضرب في الانفرس وده احنا لسه ما خدناهوش. او بضرب في unit matrix. زي اليونت ماتريكس اللي هي بتلعب دور ايه في الماتريسيز؟ دور الواحد. الواحد شوف معايا. اليونت ماتريكس اللي بتبقى ايه؟ اليونت معايا في الماتريكس. هي مين؟ اليونت ماتريكس. لا اليونت ماتريكس مش يونت معايا محددة. اليونت ماتريكس يعني الماتريكس السكوير اللي كل الدياجونال بواحد وبقيه الاليمنت بزيروز. دي معنى يعني لما تشوف اي بعد كده للكل اول ما المح كلمه اي الرمز بتاع اي ده بوكت. For the unit matrix. محجوز the unit matrix. فاهمني؟ يبقى أنا لما أتكلم عليها أقول I يبقى I هي يا إما 2 by 2 يا إما 3 by 3 يا إما 4 by 4 هي matrix. دياجونال بس الإليمنتس بتاعتها بواحد. إيه ليه مهمة؟ لأن الماتريكس دي for any dimension A times I is equal to I times A. اللي أنت شفته ده مهم. ملوك. ده أخطر منه بمراحل. ده اهم منه بمراحل. ايه بقى ده؟ بص بقى لو سمحت some properties of the product in K خلي بالك are not satisfied or not you can't satisfy them you can't find them in matrices. بص كده the product of matrices are not commutative. انا بقى ساعه بقى اكد في كده ان A B doesn't equal to B times A although in numbers it's okay. فلذلك هنا هو كاتبه لك نقطة كمان. بص بص انا اكدت على دي وانا في السلايد بتوعي لما كنت بكلمك فيها. A times B equal mean يعني انا عندي two matrices اوكي okay. I've multiplied them together hop لقيتهم zeros اوكي does not imply that A equal to zero or B equal to zero. ممكن يبقوا كده يعني ممكن A times B equal to zero لان ال A zero matrix او ان البي زيرو مين ماتريكس. بس ده مش معناه ان هما كده بس لا ده معناه انه ذاتس ات از بوسيبل ممكن يبقى لا الاي زيرو ماتريكس ولا البي زيرو ماتريكس اند ستيل مالتيبليكيشن ريزلت بتطلع بمين ممكن يبقى البي زيرو ماتريكس وممكن الاثنين زيرو ماتريكس ده مش قصه. ايوه ازاي يعني ولا عارفين تكون زيرو ولا تطلع بزيرو لانك لما بتيجي تعمل المالتيبليكيشن بتجمع numbers على بعضها وانت you can't control all the numbers when you adding them together. Maybe some of these numbers will cancel the others. So the result is gonna be zero. And it may happen with all the other elements. فاهم قصدي؟ مش
دي حاجه بتحصل كتير يعني مش حاجه كتير بس بوصله فما اقدرش ان انا يعني ممكنه انا لما بدي يعني بص معلش اسمك ايه يوسف يوسف لما انا اقول ان اي بي سي بيساوي اي تايمز بي سي ده ات مينز اتس فور ايفر اون ايفريثينج واضح طيب لما اجي اتكلم عن البروبابيلتي اللي هنا ده معناه لو اي بي ايكوال تو زيرو ده معناه ايه ايكوال تو زيرو ممكن تبقى الاي بزيرو وايه الريزلت او ممكن البي هي اللي تبقى بزيرو ايه الريزلت زي ما محمد قال ممكن الاي والبي يبقوا بزيرو هما الاثنين ويدي نفس الريزلت وممكن ان الاي والبي مش زيرو اليمنتس فاهم بس نتيجه المالتيبليكيشن يدوا لك زيرو لذلك هو راح جاي كاتب قال ايه ذاتس ات از بوسبل مش دايما بس ات مي هابن واي نوت ايه الجارانتي انها ما تحصلش مفيش يبقى اتس بوسبل تو هاف اي بي ايكوال زيرو with the knowledge that A doesn't equal to 0 and B doesn't equal to 0. دي حتة خطيرة وبتلخبط وممكن يجيبها لي. اقرا اللي بعديه. أنا عندي بص 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 على ده. AB equal A times C. خلي بالك. And the A doesn't equal to 0. It's not implying that B equal to B. To C. To C. اقراها كويس. كل الهدف من الليكتشر بتاعت النهارده بالديتيلز بتاعتها ما تقراش الحاجه بسرعه انا خلاص فهمتها انا اديتك سلايدز بسرعه عشان اللي هم السلايدز اللي مجمع فيهم زي نوع مالتيبليكيشن زي نوع اديشن خلاص هم سفشنت لما انت تتعامل مع نمبرز لكن بقيه السلايدز بقيه البروفز اللي احنا خدناها النهارده فور ذا سيك اوف وان ثينج ازاي اقدر اكتب جنرال ماتريكس شكلها عامل ازاي وازاي اقدر الستبس ثانية طب تفضل ايوه حلو لو كنت صبرت عليه بس اوكي احنا الساعة كام دلوقتي؟ واحد يا جماعة 2:59 اوكي لسه 1 مينت بكرة ربنا أراد وأحيانا واحنا كده خلصنا بكرة لا لا ما خلصش كتير لسه فيها جزء جديد طيب خليك بقى معايا يعني اسمع سؤالي بكره بس ممكن بعد اذنك دي مجموعه من البروبلمز ان شاء الله نشتغلها بكره كفايه عليك كده النهارده وبكره اشتغل فيها اصلا انت معاك دول جيف ات تشانس لو انت عندك وقت لان هو مش بكره هو يوم الاربعاء انا بقول بكره لان انا بالنسبه لي خلاص هشوفك يوم الاربعاء بس انت لسه قدامك وقت. ف take the chance انك تفكر مثلا problem number one you can go through it. Problem number two please accept a little bit of effort to speculate what is it. يعني try yourself يا مستر مارتن. جرب مع نفسك. انا بقول صح. ايوه صح صح. اوكي؟ جرب مع نفسك. تقدر تفهم هو عايز ايه هنا؟ ها؟ اول واحده هو عايز ايه؟ تاني واحدة هو عايز جرب كده جرب ماشي هقول لك بكره هقول لك المره الجايه طيب بص على دول دي البروفز بتاعته دي عايزك تعمل المجموعات دي كومبيوتر جول بس بص تقدر تعمل دي لوحدك احنا هنحلهم مع بعض نحل بعضهم مع بعض اوكي we will try to solve some of them together also the numbers that I will solve with you It's regulated from this book. That I should solve these problems only and leave the others for you. So that take the liberty today and tomorrow, if you've got time, just go through. Okay, try it by yourself. Okay, thank you very much. I appreciate it. And I will miss you for coming today. Thank you.